اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنت اتكلمت مع حضراتكم عن خبر فوز فريق كره السله سيدات على نادي سموحه كبار وصغيرين، وقلنا ان الناشئات كان في شويه قلق ان يعني يخسروا، والنتيجه خلصت 88-85. الحقيقه كان لازم يكون معانا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات عبر الهاتف. اهلا بيك يا كابتن. ربنا يكرم حضرتك، الله يبارك في حضرتك. الف مبروك، يعني بيتهيألي النهارده مكسب الكبار والصغيرين ريحك يا كابتن ان شاء الله هناك في اسكندريه. الحمد لله الحمد لله، ربنا كرم، يعني عملنا ماتشين كويسين الحمد لله، الكبير والصغير، وبحب اشكر الفرقه الصغيره كمان ان هم رجعوا من بعيد، يعني كانوا فاكرين 10 12 بونت، وده في الصغيرين بتبقى مشكله طبعا، ضغط عصبي عليهم، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. طب يا كابتن يمكن هركز شويه على الشقات، لانه الحقيقه حضرتك كنت خايف قبل الماتش، وانا كنت عارف ده يعني ان هم ممكن يخسروا، ان فريق سموحه في الناشئات معروف انه قوي. السكور خلص، السكور خلص فوق ال 80، يعني في الناشئات ما بنشوفش الارقام دي، 88-85 الارقام دي عاليه شويه. الماتش كان شكله ايه؟ يعني هل كان يعني اللعيبه موفقه؟ كان الماتش سريع؟ يعني وصف لنا ماتش الناشئات اكتر يا كابتن. بص كابتن هيثم، يعني الفرقتين اقوى فرقتين في مصر طبعا، طبيعي يعني في الجيمات دي بتبقى في ال 16 سنه بيبقى الديفنس فيه شويه مشاكل شويه، بنحاول نعالجها واحده واحده، بس الحمد لله يعني الحمد لله الاولاد ادوا ماتش كبير جدا، بحب اشكرهم طبعا، يعني شالوا من علينا الود، يعني ورقه وقلم، كان فرقه سموحه المفروض بالاجيال دي بتبقى احسن. صحيح، بس الحمد لله يعني عملوا جيم كبير وبحييهم يعني الحمد لله. طب كابتن بالنسبه للفريق الاول بقى، يعني 148 سكور كبير، وانا عارف الحقيقه ان سموحه ايضا معهاش محترف اجنبي يعني الحقيقه. طيب حضرتك النهارده يعني هل شاركت ال 12 لعيب اللي في السكور بالرغم الاصابات اللي عندك، ولا اكتفيت بمشاركه عدد قليل من القائمه؟ لا لا، احنا اي 12 بيبقوا موجودين، فرقه النادي الاهلي بيبقوا قد المسؤوليه، ال 12 طبعا لعبوا الحمد لله، في اصابات لسه ان شاء الله، يعني رضا محمد ترجع لنا، رضا نبيل ترجع لنا النهارده، فريده وائل دخلت شويه، فالحمد لله بنحاول نجهز الناس كلها باذن الله على الماتش السموحه الجايه، يعني ماشيين ستيب باي ستيب لحد ما نوصل ان شاء الله الجيم الفاينل ان شاء الله. كابتن انت مسافر امتى اسكندريه ان شاء الله؟ يوم الثلاث باذن الله. هتتمرن هناك ولا هتكتفي بالتمرين على صاله الشهداء؟ لا، هنتمرن عندي الاول وبعد كده هنسافر ان شاء الله باذن الله، نخلص اربع باذن الله على خير، ربنا يكتبها لنا بس ان شاء الله باذن الله، نكتب الكبير والصغير، وبعد كده على اسماعيليه ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. يعني ان شاء الله هيبقى النهائي هيبقى في نهائي قناه السويس برضه، صحيح ولا انا غلطان ان شاء الله؟ لا بالظبط كده، بالظبط كده كابتن هيثم. طب يا كابتن الطرف الثاني في قبل النهائي برضه، عرف الساده المشاهدين ايه اللي تم فيه؟ انا مش عارف لسه، احنا لسه مخلصين فمش عارف النتائج، بس اعتقد سبورتنج، اعتقد سبورتنج كسب كبير، اعتقد خسر صغير، انا لسه بس مش متابع قوي، سمعت كده بس يعني. يعني بيتهيألي برضو يعني هيتأجل الإعلان عن الطرف الثاني إن شاء الله، إذا ربنا يكرمنا، يعني ربنا يكرمنا ونكسب كبار وصغيرين، الطرف الثاني في النهائي يمكن هيحسم بشكل كبير في المباراة، مباراة العودة يعني. أيا كان يا كابتن هيثم، من طرف الشمس أو سبورتنج إن شاء الله، يعني فرقة النادي الأهلي عايز تاخد بطولة، هتاخد اللي جاي على طول يعني. إن شاء الله يا كابتن بإذن الله. الشمس بإذن الله، يعني بإذن الله، إحنا بس ربنا بس يرجع الإصابات، إحنا يهمنا بس تبقى ال 14 لعيب مع الثلاثه كمان بتوع ال 18 سنه يبقوا جاهزين باذن الله ان شاء الله. كابتن علي هاشم مدير فني فريق السيدات لكره السله، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق النهارده بعد الفوز على سموحه في قبل النهائي ودوري مرتبط، خطوه مهمه، ربنا يوفقك ان شاء الله في مباراه العوده عشان نحط قدم، احنا حطينا قدم دلوقتي في النهائي، ان شاء الله نحط قدم الثاني في النهائي باذن الله، ونحصل على ثاني بطوله لهذا الفريق. كنا غطينا لحضراتكم بطولة القاهرة وزعناها هنا على شاشة قناة النادي الأهلي حصري وكانت مباشرة، وفزنا على نادي الجزيرة، إن شاء الله تكون دي تاني بطولة تخش مع فريق السيدات هذا الموسم لكرة السلة.